تحت الدهون باستخدام الفيزر والليزر. ولازم في الأول قبل ما نبتدي نتكلم عن استخدامات الأجهزة الجديدة اللي احنا بنتكلم عليها، لازم الأول نتكلم يعني ايه نحت الدهون، الفرق بينه من الشفط. ليه بنستخدم الكلمة دي دلوقتي؟ ليه ما بنستخدمش كلمة شفط الدهون قد ما بنتكلم على نحت الدهون؟ حاجات كتيرة قوي بنعرفها، وفي أسئلة كتيرة قوي بتجيلي على الفيسبوك كتير جدا جدا جدا. أنا يعني ساعات بتجيلي سيدات تقول لك أنا عايزة أشفط بالليزر، أنا عايزة أستخدم الفيزر، هو حضرتك عندك الجهاز؟ هو إحنا بنستخدم يعني الانتقاء الوسيلة والبتاع يعني والآلة والشكل، ساعات بيبقى من السيدات أو من الرجال اللي بيقولي أكتر ما يكون من الطبيب، وهو طبعا ده حاجة مش طبيعية، لأن هي مفروض هذه الآلات والأجهزة هي لمساعدة الطبيب على الوصول بالمريض إلى أحسن حالة أو أحسن وسيلة. طيب إحنا الأول الشفط حاجة معروفة جدا من مليون سنة، الناس كلها عارفة الشفط، يعني كل الناس عارفاه بالتفصيل وإزاي، وإيه الفرق بقى بينه وبين النحت؟ ليه بقينا نستخدم كلمة نحت ما بقيناش نستخدم كلمة شفط؟ لأن بالظبط كده الشفط ده حاجة بناخد منها وخلاص، ما فيهاش انتقاء، ما فيهاش اختيارات. يعني انا عندي 10 لتر دهون، اشيل منهم 5 لتر دهون، مش مهم توزيعهم ازاي، مش مهم شكلهم ازاي، مش مهم هم فين. لكن في النحت احنا بننحت، بنختار الاماكن اللي ناخد منها بالظبط قد ايه، كل منطقة قد ايه، كل حتة قد ايه بالظبط. عشان كده بيشبهوها بالمثال او اللي بيعمل التماثيل، كل واحد مننا ممكن ياخد ازميل وشاكوش قدام حجر كده ويروح مكسره، البازلت اللي معمول منه او المرمر اللي معمول منه هيتكسر ويقع على الارض وخلاص. لكن لو اتنحت بشكل جيد هيطلع تمثال وهيطلع تحفة معمارية رائعة. كذلك جراح التجميل لازم يكون عنده رؤية وعنده فكر وعنده بيعرف يشوف الجمال شكله كويس ازاي، فين الحتة اللي يقدر ياخد منها شوية دهون تخلي شكل الجسم اكثر جمالا واكثر انسيابيه، وفين الحته اللي محتاجه تتزود، مثلا محتاجه نزودها بقى دهون عشان تبقى كامله الاستداره. كل ده بنعمله مع نحت الدهون. ده الفرق ببساطه شديده ما بين نحت الدهون وشفط الدهون، حتى ولو كانت استخدام نفس الالات اللي احنا بنستخدمها. طيب الليزر من الحاجات اللي طبعا متعارف عليها كثيرا جدا، وكلمنا عنها كتير جدا 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 عن استخدامها في جراحات التجميل. لكن احنا هنخش الاول في الليزر، والليزر بيستخدم في ايه؟ في شفط الدهون. جهاز شفط الدهون بالليزر هو جهاز، الفكرة الاساسية بتاعته حاجتين، ان هو بيشتغل بيذيب الدهون اللي احنا بنستخدمها، وكمان بيستفز الجلد، بنخلي الجلد لازم يبقى قريب قوي من الجلد عشان واحنا بنشتغل نخلي الجلد يطلع مادة اسمها الكولاجين. مادة الكولاجين دي بتساعد شوية على شد الجلد، فلما بنستخدم الليزر في شفط الدهون بيوصلنا لدرجة أعلى من شد الجلد. فيبقى إذن لما يبقى فيه بعض الترهلات أو ترهلات خفيفة ناتجة عن زيادة الوزن مش ناتجة عن سوء حالة الجلد، أو إن إحنا متوقعين إن إحنا لو شلنا الدهون من هنا هيحصل ترهل، بنستخدم هنا الليزر. لما بنستخدم الليزر في هذه الحالة بنخلي الجلد يقلل جدا 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 كمية الترهلات اللي موجودة في الدهون، وبالتالي نقدر نوصل لشكل أحسن وشكل الجلد مشدود اكتر. لكن لو الجلد تعبان اصلا، لو في مشكله في الجلد، يعني مثلا يكون في ستريتش مارك او اللي هي علامات التمدد الناتجه عن الحمل، او يا اما لو كانت حمراء نقدر نستخدم لها بعض الادويه وبعض الكريمات عشان نقللها، وكمان نستخدم الليزر معانا فيها عشان نقلل اكتر، ونستخدم شويه شفط. لكن في بعض الاحيان بتبقى يعني علامات التمدد ديت بقت قوية جدا وبقت بيضة بجلد باظ، يبقى في الغالب أو في هنحتاج نعمل عملية شد بطن مع الشفط. لكن ممكن باستخدام الليزر نخلي العملية شد البطن بدل ما هي عملية شد بطن كاملة، نقدر نشد فيها البطن كلها، نقدر نعمل الميني تامي تاك أو شد البطن المصغر زي ما بيقولوا، بحيث ان احنا نوصل لنتيجة أحسن
بجرح أقصر بكمية يعني مدة الاستشفاء بتاعتها بتبقى أقل، كمان الإصابات اللي بتحصل في الجسم بتبقى أقل، نسبة النزيف بتبقى أقل، حاجات كتيرة جدا بنقدر نقللها في الوقت ده بحيث إن احنا نوصل للشكل الأجمل. طيب لو احنا عايزين ناخد الدهون ديت عشان نستخدمها في مكان تاني، او ان احنا عايزين ناخد مثلا دهون عشان نحقنها في المؤخرة مثلا في الرجلين من تحت في الايدين في الوجه ايا كانت الدهون، يبقى مش هينفع نستخدم الليزر في الاول، لازم الاول نشفط الشفط التقليدي او ناخد كمية الدهون اللي احنا محتاجينها الاول، ناخدها نجمعها في الكونتينر ونبقى عارفين مثلا عايز لتر عايز 2 لتر عايز 500 سنتي عايز 600 سنتي دهون، اشفط الكمية دي الاول وافصلها وبعدين ابتدي استخدم الليزر لو انا عايز استخدم الليزر في هذه الحالة، عشان لو استخدمنا الليزر في الدهون اللي هي طالعة عشان هنحقنها الدهون دي كلها بتتكسر وبالتالي مش هنعرف نستخدمها، الدهون بتتكسر، الخلايا بتموت، الحرارة اللي بتطلع عن الليزر بتقتل هذه الدهون وبالتالي الناس ما بتستفدش من الدهون اللي موجودة اللي طالعة. فالأول ناخد كمية الدهون بتاعتنا نركنها على جنب نصفيها نستخدم الأجهزة بتاع التصفية بتاعتها فيها وبعدين نبتدي نستخدم الليزر عشان نشد الجلد. ده بالنسبة للليزر.